الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. باب الضمان والكفالة. خوي الضمان بمعنى التزام دين ثابت لزمي غيره، يعني مثلا دين كبز لزمي يترايا أم كسبي بيجري عهدي خوي بهم زمانتي بهم زمانتي بهم كفالتي. يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله. صحيحة توببية زامن بو أو كسيك صحيحة تصرفي أو لمالي خوايا، يعني مثلا زامن من عرنك يشيدنك أو كسي لمال خوايا تصرفي صحيح به. فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه وعبد لم يأذن له سيده. كانت دروز نية ما ببين ضمانة كمان لبري من عليك به، لبري شيتك به، لبري سفيه به كرشتينية، يا لبري عبدك به كسيدك إذني بينا داوك معامل بك. ويصح من محجور عليه بفلسين ولا بره صحيحة أو ضمانة لجياتي شيء زامني كسك محجور عليها بفلس، فلان يعني لبروي كهيشينية قاضي حجري لسردانها شيء مثلا شيء زامني قرزكي بالي أنجا. ومن عبدين ويشترط معرفة الملمون له أوتي. ويصح من محجون عليه بفلس ومن عبدين، وهروا أدرس البيبي بزامني عبدك كعبدك صفة وابه أذن له سيده سيدك إجازة مع عملي بدابي. ويشترط معرفة المضمون له وبشرد جيرته كأشي زامن أبي ملمون له وكلب ناسرابه تو زمانتي كيل كردوا. ولا يشترط رضاه بلام رازي بونا كي بشرد كاورا مكينة بيشكاك من رازيني مو بزامن بلام أواشي وتبه زمانتك دام زراوه. ولا رضا المضمون عنه وأو كسشك ملمون عنها بلام أويك زامن ليكراوه. مثلا إذا تو قرزاري بس قرزاري ملا ناسحي باشا من بوم بزامني قرزك تو أبي بملمون عنه شو من بوم أو ملا ناسحي ملمون له أو مالي شكل اللي وعم بشوف زامته مضمون. لا ولا يشترط معرفة ملمون له ولا يشترط رضاه ولا رضا الملمون عنه. رازي بني مسمن بش مزامني قرزك تو بعمل ناسحي حزنك حر درست مش قوي. أمجا ولا معرفته ولا أمجا ولا معرفتي ملمون عنه شنا كاك تو قرزاري من دش مزامني قرزك تو أي دم إيت أو ترفع قرزك إلا تو من بناس من الناس مهمية بلام دبي تو بناسم كا شو متزامن. ويشترط أن يكون الملمون دينا ثابتا معلوما وبشر جيريا أويك تؤتي تزامني أشياء أولا دين بعين عين نبي قرز به ثابتا ثابت بين نقوى بك لترديدا به وثابت نبو به معلوما ومعلوم به بو ترفين ما سمزان شنيك وزمانة شنيك الومان. وأن يأتي بلفظ يختل الالتزام ولو كاتاك ببزامن أشياء لفظي كوابليك أو لفظ اقتزاي بابند بون بكا مثلا إذا ضمنت دينك يا تحملته جريها المقر ونحو ذلك. ولا يجوز تعليقه على شرط مثل إذا جاء رمضان فقد ضمنت بالله مثلا جائزة تعليقي كاب شرط تبغى أجر رمضان هذا بزامن. ويصح ضمان الدرك بعد قبل الثمانين وضمان الدرك درست دعاء وكتو قيمتك الورقر ضمان الدرك أويا مثلا توشي لو بازار بوكانا مانغايا كسيني بو دمدوي من عركا لبيك أشي مانغا بسيني وأمانا لمانغاك بدلة مشكلة نية بوليش لقيرفان الدعاء حالبي بلان لو أتسي شاهد مكابرايا أم مانغاي هنا وبو بازار كتو ناي ناسي بلين ايدزي بي بلين هي كيتر نبي حالبي ليوا يك نفر بيابيك او نفر وزاني لو بينا ايجي شن اخر زمان دوي ثابت بونو ما بيت الله ما ندرا ايجي كاكا تو برو بيكرو فولكي بدو امانه اجر احيانا
أما قد زيتيبو بهيك يكيدر در شو من زامنيك أو في الله معنو درك درك وقربو كرنوايا يعني بيانك تدارك قربو كرنوايا باشا عليه ويصيح الله معنو دركي بعد قبل ثمن ولي أبيب فولك هو القرب دوايا مثلا صاحب فولك هو القرتوها من بزامني أو شرته وهو أن يضمن للمشتري الثمن أو ويك أو بغي أو باري كسا أو زامنة ها هشيت شيء وهو ها أي مشت بش بشيت مثلاً زمانة بكا أبو مشترك زمانة بولا كبكا إذا خرج المبيع مستحقاً أو مبيعاً زمان أجر مبيعك بمستحق هي كتر درشة يا بمع عيب داري درشة ولي الملمون له مطالبة الضامن والملمون عنه بلا ملمون له وكا مثلاً دوش يعني هبوا مراجعة ك كل لزامنك دواك أيك هل ملمون عنه كذا كباب قرض كم بيبنه فإن ضمن عن الضامن ولي أجر هاتو أمشوا زامني زامنك نه فإن ضمن عن الضامن الضامن آخر داي طالب الكل يعني أجر زامنك زامنك زامني في دونك وزامنه ولا في حجمه وساقل يعني بل نعم فإذا ضمن عن الضامن ضامن آخر وزامنه كتير أها فإذا ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل بل يقدر فرعت زمانتي أمي كردوها دانيه كتير يجي زمانة زامنك آه زمانتي منك رأي سمي حجمه وساما قزار كعب الرحمن من جناب زمانة كعب الرحمن كي هسيامي زماني توقف آه تقريبا خبوا الصورة الثانية أتواني مطالبة هم يبكابوا شنو وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل أجر هاتو داوي للضامن لك الضامن يجي أتواني مطالبة أصيل كبكا أو كسوى زمانتي كراوة بشي بتخليصه الضامن بإذنه يعني مطالبة أصيل كاكا بين نجاة به ومن فرانكس داوي قرض منك خلي جمدة وليك كي إن أجر بإذن أو ببيت زامن أجر لخوته شوية تبو بيت بزامن حقيقي وشين فإن أبرأ الأصيلة بري الضامن باشا يعني أجر بره فإن أبرأ الأصيلة أسي أي الدائن بره أجر أو قرض كي بلاوية أها أجر أصيلة كم بخشي عربي أبرأ يعني قبي بخشي بقولك هاك واحد شو لسه بروخ حافظ بلام لعيني حالا بره آه فإن أبرأ الأصيلة بريء الضامن وضامن بريء بأوكاد أريه مثلا يسمن قرض من اللاي توي واختي من قرض أزاكا ملا ناس عزامنا يتعز عزامنا نعمل آه وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل بلام أقر مثلا من بيم زامنا كبريء كم كاكا دلوسة توبيو بزامن توكاربو النبي دايني بو خومو عبد الرحمن بيكو ايما خومان ها تصالحك يا ليه سيلمو يا فيه بخشم او على لو كاتا اصيلك زمي برينا مسا اقر اصيلك ببخشي زامني تلا زمانتا كويت ازا ولي اقر زامنك ببخشي وبليكاك زامني تو او اصيلك نجاتنا ولا يصح ضمان الاعيان كالمغصوب والعواري نعم واه وان قضى الضامن الدين أجر أمر الضامن قرضك يدايا ورجع به على الأصيل بابوني أو قرضه كداويته أشياء بوسر أصيلك ركاك بولن بوتو دايته بولك بيبرو كي إن كان الله مين بإذنية قبل إذن أو زمانة كروية وإلا أجر إذنية أخو أوي لسنة أم لأخو أبو بي بزامن فلا إيش يعني سواء قلاه بإذنه أم لا كيف قلت مثلا لأوله آية دو حالتها وقت أبوي بزامن فرصد بكابراك بإذني أوي بزامن أما اشتيك سؤال دوامي إساك فولك الدعوته مثلا بإذني صاحبك صاحب قرزك دعوته يا هل أخوته دعوته ممكن بلا جاكا كنو دعاته ولا أنا أدامه أغسى شاب بتمانة بمبيدة موباو أي شون تولي خوبه دعوته ولي أقر بإذني أوي ديالة واشتيكي ترى جاكا وتعالي الضامن أجر دينك أي بخشي وإن قضى الضامنا أجر ضامن قرضك أي داية ورجع به على الأصيل يعني أتواني تبات وصل أصيلك قبل فبره فإن كان ضمير بإذنه
فإن آه فإن كان آه كي أشيء مثلا أصيلة كي إن ضمن إن كان ضمن بإذن قب إذني أو زامن مبين وإلا فلا أو حقيقي جاء مساء معيار بو أو كما سنشتو بصر أصيلة كي بإذني أو بوبي إيت اللي يسولا آية بإذني أو دايتو آية بإذني أو نبوة كان من ببيني بيجي كاك خوتو خودو من قرضك بمو إيش داموتو بفولكم في ناي الله كاك خوتو بإجازي من نبي بزامن ولا يصح ضمان الأعيان لمغصوب والعواري وصححني كسب بزامني أعيان ضمان الأعيان ضمان عين وكون مغصوب والعواري لازم بجي أوشتا من بودين مو من زامني آوى يا عواري كجمع عارية ويكب عارية بلايك سوا من بودين مو آوى جائسة ضماني أعيان عواري أو شيء لسنا جمع عارية وهي العين المعارة وذلك لأن الضمان في الدين لا في العين في الدين لا في العين بل نعم يصح ضمان بل ولا يصح ضمان الأعيان كالمقصود والعواري وتصح الكفالة أمره كفالة صحيحة بشي ببدني من عليه ماله ببدني كسي كمالي لسنة بيش كاك فلانا كس قرزاري توي أم شو بيه بزامن بمن بياني بو دين مو يعني كفالة وزمانة فرق يعني كفالة ذات بو بدن وهي نوع من الضمان بالا بالا كفالة نوع كل زمانة لكنها خاصة بإحضار بالا بالا وهي نوع من الضمان ولكنها خاصة بإحضار المكفول إلى مجلس القضاء يعني أو تنام وزف بواء كسيك زمانتي كراوية متهمة إحزارك به لتبردسي قاضي ومحكم يعني مثلا كفيل ببدن واتأو بدنك يعني جادواي قاضي مثلا لوائي بخشن ليسينو ليناسينو كيف قوانا أم جار دي وتصيح الكفالة ببدن من عليه مال ببدن من عليه مالون أو عقوبة لآدميين يا مثلا عقوبتك بو آدمي تيايا كالقصاص قصاصك إلى سرع يا تو توني كفالتي كي بلكاك وبيدن بمن بأمانة لفلان رجابو تاندينو داي وحد القصفي مثلا كالقصاص وحد القصفي بإذن المكفولي جاء ولي أشياء زمان كفالتك قريبا إذن مكفولك به وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح ولي أقرب وحدك خدا حدك خدا إلى سربية بو وصحيحانية عقدي كفالتي لقلبسي ثم إذا صحت الكفالة فأطلق طلب به في الحال باشان أجر كفالة صحيح بو دي فأطلق بمطلق باسي كفالة كرا طلب به في الحال مطالبي لأكري في الحال بل ثم إذا صحت الأجر كفالة صحيح به دي فأطلق نفعت صحيح ها أطلقيه يعني عرف فأويا فأطلقيه أما بارب الأخذ عن الأجل بارب يعني طولب به في الحال يعني أجرهاته بمطلقي كفالتي عرف نعم أو بمطلقي كباسي أو مؤجل نبي بلا مثلا تا أو نويا لفلان وقته أو نزامن مؤمانة مطالبة أكريب هناك لحال يعني حموك في الحال يعني أي شيء حال حاضر ذا من هو أما فلما كوسيه لسري أوسيه أي إن أطلق العقد عن الأجل أجل كان به فلم يحدد يعني محدد سنور دار نكرة طلب الكفيل بإعرار المكفول في الحال أي في الحال موظفة أو مكفولة وظيفة خويا أنجام ده محمولة كرة مكفولة كباب دسو وإن انقطع أو وإن شريط أجل طولب به عند الأجل ولي أجر شرطيك دان رايب هناك شبه بولك أو ديار مولتي أدريتا أو كاتا وقت دانوي بولك دي جا شوف لانا كسمو بين أو كات أجل نيداو وإن شريط أجل أجل نبو طولب به مطالبي لأكري لكابرا به حاضر كرني أو كابرا قرزارا لكاتي أجل كذا أو كاتي كوقت قرزك هاتو وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكان يعرف مكانه ويمهل مدة الذهاب والمدة الذهاب والعودة بلا ما قرهاته منقطع الخبر يعني بيسألوا شوية
كاملة لم يطالب به داويد ناكر ما شو بيني روحه شو نازه لكوي حتى يعرف مكانته أو كاتيك شو أنا كي أزاني يعني أر شو أنا كي نزاني داويد ناكر حاله وشين بمان شو بمان بيني روح أو أختار شو يوم هلو مدة الذهاب والعودة لو كاتا مورد بكابرة أدين بوما ويشونو هاتنا كي شنكي بيرشو لو سلو لو سلو فإن لم يحضره حبس أر كابرة حاضر ناكر حبس كري بوشي أجر مثلا أمر وشنا زاني وقتك أو بوشي أو وقتي مثلا دال ضد بو هاتي بو بكفيلي ولا تلزمه يا ولا تلزمه ولا تلزمه غرامة ما عليه باشا يعني لسري لازمني غرامتي أو شتيك لسريتي يعني بيبجيري أها حرف أخذ كابرا كابرا دي دي ودي كابرا أه؟ أقري دينك بدأ توعظات دبي فإن وفى عنه دينه نعم ويمهلوا باشا ويمهلوا مدة الذهاب والعودة وايا يعني مدة الذهاب والعودة بو داني مثلا سير رجل شوار رجل سنة فإن لم يحضره أقل لو شان رجل حاضرينك والنياب دس قازي وحبيسة زنداني دكري ولا تلزمه غرامة ما عليه باشا وغرامتي أو شتيك لسر كابراي قرزارش عملي سر أمنها شو كم كفالتي كل دوا فإن وفى عنه الدين أطلق حاشيه يعني قال أجل قرضكش بداته وأزادك وإن مات المكفول سقطت الكفالة أر مكفولكش كم كفالتك بمرية كفالة ساقطة لكن إن تولب بإحضاره أجل دواك برشكاك أو كسمان أبو حاضر كي قبل الدفن بر بخاك مسبريت ليشهد على عيني ليشهد على عينه هو الشاهد بدري على سر عيني كابرة معين وأمكنه ذلك وش ممكن بلزمه لازم على سر شبيكة بس كلامك مكفول بردوه باشا كفالة لاشي بلا لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن يسوي نية يعني درشوا إذا كان كتو زامني أو كابرة برلوي كبخاكي بس بين جنازة كمان بو بينه بوشي جنازة كي بينه باشا ليشهد على عينه تاوكو شاهد لسر عينك هو عينيه بغي تاوكو شاهد لسر بقربي بينا تواجبين بغي يعني اقر او مطالبه يكر وامكنه ذلك وبوش يكرا جنازه كبيره لازم بيه يعني او حاربي قولي كابلا كي جايتان فول خو او نشو زامني فول بياتو او شوية زامني او كابلا كقرزالكاكا سقر هر روجك كوختي دانوي قرزك هات من أم كابراك قرزاري إيوية إيهد مبردستا أول أخوار الإمام صلى الله عليه وسلم كان يكون على شخص دين وهناك شهود على صورته مثلا يا لو شاهد ممكن بلاي ولا أونية كقرزك إلاية دي أول شاهد كان ليرا أم جنازة كبيرة باوة وتماشيك ما هل أول أهو حاربي شاهد كان ذلك من بأن لم يتغير ولم ينقل من بلد إلى آخر ولم ينقل من بلد إلى آخر أها جاءوا كواته ووتي لكن إن طولب بإحضاره قبل الدفن ليشهد على عيبه عينه وأمكنه ذلك وأوشب وممكن بو ماشا يعني لزمه يعني لازم بيك أيتن شك أن يكون على شخص دين وهناك شهود على صورته ولم يعرف اسمه نادي ناوي شيء ثم مات دائمًا فأراد صاحب الدين أن يحضره القاضي ليشهد الشهود على صورته لزم الآن لزم الكفيل إحضاره يا فلبك جاء ولوتي أجر مثلاً بس الشخص يكون قرض يببي شن دان الشاهد هن لسر صورتي كابرة ولي أمبيا ولقل أوجدا ناوي كابرا نازاني ثم مات كابرا أمري فأراد صاحب الدين صاحب قرضك أن يحضره القاضية بيبات بردمي قاضي وشي ليشهد باشا ليشهد الشهود على صورتي بلا ما مهر أو فلان كسا دي أقوايا لزمه يعني لزم الكفيلة إحضاره هو بآوابه وغلط على الدعوة موفق إن شاء الله. جاء ضيع زارقشي ولكن إذن وارث أولي. إذن وارث.